وفي متابعتنا لأصداء مصادقة الشعب الموريتاني على التعديل الدستوري نتابع في مالي، رأى بعض المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم بإجازة التعديلات الدستورية، حيث أكدوا أهميتها في تحقيق التنمية المحلية وتثمين المقاومة الوطنية. أشكر الشعب الموريتاني على إجازة هذه التعديلات الدستورية الهادفة والبناءة، ونعول على المجالس أو المجالس الجهوية، نعول عليها في تجسيد اللامركزية التي تعتبر قنطرة عبور بين الشعب وبين القمة والقاعدة. عبروا عن مدى ارتياحنا لهذه العملية اللي خلقت بالسيابية وبروح ديمقراطية مسؤولية راقية في الدولة من دول العالم الثالث. وأولا نزف هذه البشرى إلى جميع الشعب الموريتاني وإلى الحكومة الموريتانية التي كانت هي صمام الأمام لهذا الشعب، وكانت هي برامجها وأهدافها هي إسعاد المواطن البسيط به، اللي هذه المجالس البلدية مجالس الجهوية تقرب الخدمة نوع من تقريب الخدمة من المواطن به، اللي حد نقوله همرش ولا يقيم جاي لا يعدل شيء، هو عنده مجالس بلدية ديك رواية زينة. ثانيا مولي هما المجالس البلدية اللي تعرف الخلل والروايات لدور المنطقة دور المنطقة. تغيير العالم هو مسألة وطنية واجبة على كل موريتاني، لهذا التغيير الوطني فيه علم الشهداء الموريتانيين اللي ضحوا، تذكيرهم اللي ضحوا من اجل وطنهم وطن موريتاني، وهذا واجب علينا نتم نذكروا هذا العلم بذوك الشهداء اللي هذا ما شاء الله اللي كنا مارين به. فتبارك الله زين، فتبارك الله وخلف فيه، فتبارك الله تعدل الدستوري تعدد الدستوري، فتبارك الله زين ما شاء الله ورايع، فتبارك الله وخلق على احسن ما يرام ما شاء الله، ولا فيه فتبارك الله اي شقوب ولا فتبارك الله اي شيء فتبارك الله. التعديلات الدستوريه كانت شفافه ومعجبون بها جدا، لوجود كل اداره خاصه بمناطق البلاد. اعتقد علم جميل جدا لوجود دماء المقاومين الذين استشهدوا في سبيل الوطن، في وجود شريطين احمرين في العلم يمثل دماء المقاومين، يمثل دماء المقاومين الذين قاوموا من اجل البلاد. وهذه التعديلات كانت تعديلات جميله جدا